ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولا كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك سعيد عليكم. طبعا هو شعور الواحد كان مفتقده بقاله كام سنه، خصوصا بعد كورونا، ان من احب الشهر لينا في السنه كلها شهر رمضان، بيغير مودنا وبيغير احوالنا وبنخلينا طبعا يعني في ايام مباركه كلها خير وسعاده وبراحه بال. الحمد لله رب امه محمد، يعني الحمد لله رب العالمين. الله يخليك، شكرا. انت اول مره غادي تصومي في رمضان؟ لا انا بقالي 7 سنوات بقالي 7 سنوات في المغرب. دوزي يعني شهر رمضان في المغرب، اجواء هي اكيد طبعا يعني كلها اجواء جميله ومريحه للنفس، كل سنه الواحد بيتمناها طول السنه، والحمد لله هي من رب العالمين هديه لكل امه محمد. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم سعيد بالخير والسلامة واليمن والبركات على أمة محمد يا رب. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، يدخلنا الشهر السلام على الأمة الإسلامية وعلى جميع الأمة المغربية وعلى جميع المسلمين والمسلمات. تقبل منا شهر رمضان بالصيام بالصحة والسلامة للجميع. شنو الأجواء اللي توحشوها بزاف ديال رمضان؟ أجواء الصلاة وأجواء العبادات والأيام الجميلة اللي كتكون في النهار، هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله. السلام عليكم. رمضان كريم، وكنتمنى هذا الشهر المبارك ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والسلامه على الامه الاسلاميه جمعاء. ان شاء الله يدوز رمضان بالف صحه وسلام وكل ما كيتمنى الانسان، وكنقولوا رمضان مبارك سعيد. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.